ادخل يا استاذ عاطف، صور وهيص براحتك. مين ده؟ ده المساعد بتاعي. يلا راجل. ماله كده مش واقف على بعضه؟ شكله كده معاه ممنوعات. لا ممنوعات ايه، ده هو بس اول مره يشوف جو زي كده يعني. يلا راجل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده عاطف؟ عاطف ده اكل ده ولا ده حلو ولا حادق ده عاطف؟ ايه ده؟ حلو وحادق بس يا الله نجم. اكبر الله الله اكبر. ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي؟ فراخ يا فرخ. دي فراخ كبيره قوي يا عاطف. اه طب استنى بس هقول لك على حاجه يا جدع اسمعني. لا انت ما تقول حاجه. طيب خش. الصور دي ما تروحش لأي جورنال أو مجلة تانية. أعوذ بالله وأنا أقدر؟ ده أنت الأستاذة. أصور حضرتك؟ لا. هنحضر هنا عم اشرف. طب بس دوس سيادتك سنه دبرياش وسنه فرامل كده مع بعض واحده واحده كده. ايوه الله ينور يا استاذ. الله يخليك. شكرا يا استاذ. امرك. على ميعادنا بكره بقى يا عم اشرف ان شاء الله يا استاذ. السلام عليكم. أنا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. أنت إزاي دخلت بالتعابين؟ أنا؟ تعابين؟ وأنا عامل كده ليه؟ ده أنا بخاف من السحلية. يبقى الأراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. ده واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، أنت اللي عملت العملة دي. هو حضرتك شفتيني؟ لأ. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه. عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره
ولا يمكن تأذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجالة دول والحالة اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكرة عن كمية الألمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهما هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت اهبل يلا. ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبين من ابو رواش تقريبا يا استاذه. يبقى اللي باع له التعبين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه. هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان لكن له شكل، واللي باع له التعبين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسامه ويرسمه. هي وصلت البوليس والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمه. انت بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوبايه؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عمليه اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربيه يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكوره؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشه. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل ان ورطك الورطه السودا دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكره نشوف. بس انا كان عندي احساس انك وسخ. لو حضرتك شايفه كده يبقى بلاش مني. انا في شغلي بحتاج ناس وسخه برضه. الصور دي تسوى كتير. العربيه اللي جابها لك غاليه؟ هي عربيه كحيانه وتعبانه، كانت عربيته. عشان عبيط. واداها لك ازاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحدايه بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك انه واطي؟ اصحاب الصور دي هيعملوا اي حاجه عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع ايه يا اهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخه؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ احنا هننشر عينات والعينه هي اللي هتجيب الزبون. انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. ده مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. عارف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. طب اكتبي. فاهمه ولا مش فاهمه؟ هو انا غبيه ولا ايه؟ طب يبقى البي طبق تحتيه نقطه، اكتبيها. نحط بقى ايه؟ نقطتين فوق تبقى تاء. ماشي. فاهمه؟ فاهمه ولا عايز تاني؟ لا التانيه. طيب. النقطه اللي تحت اكتبيها بقى. بصي اللي بعديها. حط نقطه ثالثه تبقى ثاء. بخرج لساني فيها. ايوه هي دي. شاطره، اكتبيها بقى. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه مبسوطة؟ لو تكملي ولا زهقتي؟ هو انا ورايا ايه؟ هيكون وراكي غسيل. هي المدرسة بتاعتك هتفرط في حقها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الغسالة وصلت اهي. انزل جيب القعدة بتاعته طالع. يا بنت الايه مبسوطة؟ ايه ده؟
الغسالة وصلت؟ ايه ده، انت اشتريتي غسالة؟ انا احب اغسل غسيل كل البنات، الغسالة تغسل وانت تنشره، وحق مسحوق علينا كلنا. ولا ضبع، المشاريب عندي، اعتبرني مغلوب. اهلا بالعطوفه. تشرب حاجه ولا مش عايز؟ مش عايز. مالك وشك مقلوب ليه يا صاحبي؟ الفرح ده شكله مش هيعدي على خير. احنا في خاطر يا رجب. والله انا قلت لك كده من الاول، انت اللي ركبت دماغك وطلعت على الرابع. بيدوروا على الفعل. ما يدوروا، الله، الفعل مجهول. ابو العروسه عامل مكافاه 50,000 جنيه ليرشدهم مين اللي عمل العمله دي. يا دين النبي، 50,000 جنيه؟ ملناش دعوه يا عم، الله يربح. بعتوا ناس ابو رواش عشان يسالوا صيادين التعابين مين اللي اشترى منهم الشهر اللي فات. يا عم ربنا يعطرهم في اللي هم بيدوروا عليه. رجب، الموضوع مش زي ما انت فاهم. لا انا فاهم، ولو ما كنتش فاهم ما كنتش هبقى قاعد قدامك حاطط رجل على رجل ومطمن وبطفي سجارتي كده اهو كده اهو. طب طمني بقى عشان قاعد جنبك على خازوق من قلق. خد عندك يا سيدي، انا لا رحت ابو رواش ولا اعرف ابو رواش دي بتطرح ازاي اصلا، ولا اشتريت منها حتى جوز حمام، مش جوز تعابين. ها طب والتعابين جت منين؟ من سوق الجمعه اللي في الامام الشافعي، في هناك تماسيح حلوه قوي لو عايز على فكره. واقول لك على حاجه كمان، انا بعت عيل عتر من صبيان. امال الصبيان موجودين ليه يا عم عاطف؟ الله. طب انت ليه عازمك على عشوة حلوة؟ لا يا عم عارفين انا النهاردة، ربنا يخليك. اصل انا الجماعة بتوعنا عاملين لنا جو رومانسي كده ومحضرين لنا عشوة حلوة كده وبتاع. ربنا بقى يكرمك وتستقر زيي. اصل انا بعيد عنك بقيت اعول. الله، الله يحزك يا شيخ. اصب لك كوبايه؟ ما ينفعش، ما اقدرش، ده حتى الاكل ده كله انا ممنوع عنه من ايام ما كنت في المستشفى. الله، انا قاعده معاك بس كده عشان افتح نفسك. دي كوبايه بيره واحده مش هتعمل حاجه. يا ولا بطل زن. اسمعي مني، جني الادوخ. طب انا احكي لك حكايه. البيره ايه، مره المنشاوي بيه جوزي الله يرحمه، الله يرحمه، كان طالع اسكندريه في مشوار شغل واصر انه ياخدني معايا، بس انا ما طلبتش منه، كمان عمري ما كنت اطلب منه حاجه ابدا، ولو حتى هموت عليها. يا رجب، دي كانت ايام حلوه حلاوه، والايام الحلوه دي انا لسه عايشه فيها لحد دلوقتي. المنشاوي حجز لنا في الاكنده الكبيره اللي على البحر، والاوضه بتاعتنا على البحر الاخرى. افتح الشباك الهواء ايه بتاع البحر ما اقولكش، يطير الستاير والملايات والهدوم وكله كله. بالك انت في ليله من الليالي ما تفهمش طلع في دماغه ليه عشيني في مطعم الاكاندا. ويا ريت وما نزلني. ايه اللي حصل؟ فضحته. صب لي كزبيره زيك كده، زيك بالظبط، فضل يقول لي اشربي اشربي، وقبل حتى ما انطى واقول عايزه ولا مش عايزه شربت. وما اقولكش بقى، السقف بعيد بعيد والارض ما فيش ارض، حتى المنشاوي بيه شفت له راس طالعه جنب راسه. انت شفت حاجه؟ دي كانت ليله وشالوني مرابعه شله بلا كده. طب ما انت عشت ايام حلوه يا ريس. امال، ولسه عايشه برضو في الايام الحلوه دي، بس ناقصني حاجات كتير قوي يا رجب. ايه اللي ناقصك يا ست الستات؟ ما تعودتش يا اخويا اطلب حاجه من حد حتى لو كنت هموت عليها. يا ست اطلبي اطلبي وشوفي هنفذ ولا لا. وين ما نفذتش؟ ثلاثه بالله العظيمه ابقى رجب المقطف وابقى راجل طاري زي ورقه الخاص. انت مقصر في واجباتك الزوجيه. ما ريسه، ما احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، وانت قلتي انك يعني مش حابه الموضوع دوت يعني. ده
تضحك تاني كتكني لا ولا فرق. طب وانا قلت حاجه تضحك رئيسة؟ يا مداول انت كل حاجه بتفكر في الكلام الفاضي ده، مش دي الواجبات الزوجيه خالص. طب اقمري قشري كده بايدك تفسحني تفرجني دنيا ربنا، هي دي مش برضو واجبات زوجيه؟ دي اهم حاجه في الواجبات الزوجيه يا رجب، دي اساس كل الواجبات الزوجيه. الله، عارف يا رجب يا فرخ، انا بقالي عمري بحاله بشوف الدنيا في التلفزيون، لكن حاسه ان اكيد الدنيا بتاعت ربنا حاجه تانية. طب بص يا ريسه، مفيش كلام هيتقال بعد اللي انا هقوله. رجب الفرخ لو معرفش يوريكي دنيا ربنا على حق يبقى رجب المقطف. ازاي؟ مساكي مين؟ مساكي؟ ده بنت عفاف، وزعي على اخواتك، خدي انعام. اتفضلي يا ست الستات. جلاطي سكبت، اللهم صل على النبي. كتر خيرك يا ولد يا رجب. ربنا يخليك ليا. قد كلمتي ولا لا؟ قدها ونص وثلاث ارباع كمان. ودام سهلت عليا الموضوع كده، لو ما تتكسفش مني يعني تعرف تخرجني بالنهار؟ يا ست أصيلة، اللي يعمل ده بالليل يعمله بالنهار. الله، طب أموريني، عايزة تشوفي إيه؟ أوديك الأهرامات؟ أفرجك على أبو الهول؟ أوكلك همبرجر؟ اللي أنت عايزاه. أقولك على حاجة، لو بتحب الكورة أوديك الاستاد من بكرة، وهقعدك في المقصورة الرئيسية كمان. جاتك إيه يا راجب؟ لا مش للدرجة دي، ماليش في الكورة ووجع القلب ده. أنا بس عاوزاك توديني مشوار مهم، بس يكون في عز النهار. إيه؟ عايزة تروح اسكندرية؟ عايز تشوف البحر يا جميل بس أنت؟ بس يا واد اتلم الله. مش اسكندرية بالظبط، قبل اسكندرية بشوية. تعرف حتة اسمها وادي النطرون؟ ها؟ أنا أسمع عنها، بس أنا عمري ما رحت هناك الصراحة. لما نروح المخزن إن شاء الله هرسيك على كل حاجة. بس المهم نكون هناك قبل العصاري. من عندي قبل عندي يا ريس، انت تأموري. يلا يا استطلع. طب ما ممكن ساعتك تتصل بيه بالتليفون وتعرف منه ايه الاسباب. تليفون ايه يا سعيد؟ مين يقدر يتكلم في تليفونات مع لبنان الايام دي؟ بلده فيها حرب، يوم تسخن ويوم تبرد، وكل بيتجسس على كل. الله، امال حضرتك بتتصل بيه ازاي؟ مندوب. هي دي صفقة لحمة ولا فراخ تعملها بالفاكس؟ او كلها فواتير او حتى عقود؟ حضرتك هتقلقني ليه بس؟ وفي احتمال اللي بشير عز النهارده ما يدفعش مثلا؟ النوع ده في التجاره تاجيل الدفع يعتبر سوء نيه وخروج على القواعد الثابته، ودي حاجه تقلق. على العموم يا فندم، يعني المهله مش بعيده. هو قال لك ممكن يدفع بعد قد ايه؟ لا، اسبوعين ثلاثه بالكتير، الا اذا كان سيادتك بقى تعرف حاجه عن الراجل دوت تسبب القلق ده كله. ومين قال لك ان الراجل اللي انت قابلته هو بشير عز النهار، او ان في شخص من الاصل اسمه بشير عز النهار؟ عشان كده النوع ده من التجاره سلم واستلم، او استلم قبل ما تسلم. ده سيادتك مش مطمن خالص. لأن دي أول مرة يتم فيها الخروج على قواعد السبت. والله يا فندم، أنا في المهمة دي بالذات كنت مجرد ساعة بريد أروح أستلم الفلوس وأرجع بيها. إلا إذا كان سيادتك بقى كنت عايزني أستنى هناك طول فترة الانتظار لحد ما أرجع بيها. لا لا، أنت تصرفت كويس قوي. مش بعيد كانوا صفوك بأي طريقة وقالوا إنهم سلموك الفلوس، وبعد ما استلمتها اختفيت وما عرفوش عنك حاجة. للدرجة دي؟ طب حضرتك ناوي تعمل إيه بالظبط؟ مفيش حاجة قدامي غير إني أقبل بالوضع الراهن. Thank you.
صباح الزفت والقطران على دماغك ودماغ اللي جابوك. ايه القلب السود يا استاذه؟ هتعمل لي فيه عبيط ولا مغفل؟ احنا مش في اتفاق بينا ان اي شغل يجي لي انا الاول؟ ايوه في اتفاق والاتفاق ماشي. وحياه امك؟ لا لسانك تطوليه بمزاجك على غيري، بس لازم تعرفي انها ليا اول وليا اخر، يعني اي حرف يمس الكرامه يبقى يفتح الله. انت اديت صور لجورنال السهم؟ ما حصلش. افتح الجورنال عشان تعرف انه حصل. اكيد مصور تاني غيري. اه يا كذاب، ده شغلك وانت اللي كاتب الموضوع اللي منشور معاه. طيب اهدي، قصدك على حكايه صوره؟ قصدي على حكايه زفت. اهي زفاف المرعب. ايوه موضوع اللي كاتبه، مش عايزاه اخالف اتفاق بصوره. بعلمي وموافقتي. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. انت هتديني اوامر يالا؟ يا استاذه انا عايز حضرتك تهدي عشان اعرف اشرح لك. بصي على الصوره، تعمليها كويس. تورته واقعه على الارض، حواليها اربع جرسونات على اتنين نسوان مالهمش لازمه على راجل ملوش هوا، يعني صوره ملهاش لازمه اساسا. بس الصور اللي فيها الناس التقيله عندك، بذمتك لو صوره زي دي اترمت على مكتبك هتنشريها؟ لا طبعا. يبقى لازمتها بقى ايه الزعبوبه اللي حضرتك عملتيها دي؟ لازمتها ان مستقبلك معايا انا مش في حته تانيه. امال بيقولوا عليا الاستاذه ليه؟ عشان علمت ناس كانوا زيك واقل منك ودلوقتي بقوا كبار، كبار قوي. انا سمعت الكلام ده من حضرتك قبل كده. ما علينا، نشتغل. الشركه العالميه للتجاره تاخد الظرف ده باللي فيه وتوصله للامن، سري وشخصي، المهندس فؤاد لبيب رئيس مجلس الإدارة. لقيت بوسطجي؟ شريك. شريك في ايه بالظبط؟ في المكسب والخسارة، واطمن لا يمكن يبقى فيه خسارة. طب هتدخليه بكام في المية؟ 30-70. مين 30 ومين 70؟ طب تستعبط؟ أنا هاخد 40. ما تنساش إن أنا اللي في الصورة وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها. 40 و60 حلو. يا خوفي منك يا بدران. موافقة. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسعيد؟ الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. ده احنا قبل المغرب بشوية، هتكون تعبانة. يا ولية سرير متساوب زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسيد؟ دي مبسوطة يا كروانة. تعالي يا مبسوطة عاوزاك. تعالي يا مبسوطة ما تتكسيش، أنا لابسة مش عريان. خير يا مدام في ايه؟ مفيش حاجة يا بت، ده تين جايلي من بلاد النوب. وصفة كانت بتعملها ممثلة مشهورة أمريكانية اسمها جريتا جرب، تعرفيها؟ جربوا؟ لا معرفهاش. ولا أنا والله، بس هعمل ايه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست أم كلثوم كانت بتغني لغاية ما ربنا افتكرها. كفاية مبسوطة. احنا هنضحك على بعض. أنا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشويه اوباش. لا 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 لا، مش اقل من 5 مليون. خلاص نتقابل ونتكلم مع بعض. اوكي اكسلانس، مع السلامه. ايه نهال في ايه؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ الظرف ده مقفول وجاي لحضرتك بصفه شخصيه وسري للغايه. مجلة اسمها زهرة الربيع. يا نهال، وانا فاضل زهرة الربيع ولا زهرة الخريف؟ يا فندم الشاب اللي جاي بالظرف قال ان حضرتك اللي طلبت صور الفرح. صور الفرح. نهال تطلع ايه زهرة الربيع دي؟ مجلة صالونات يا فندم. ايوه، يعني تخصصها ايه؟ مجلة فنية واجتماعية وسياحية، مجلة لذيذة يعني. طيب طيب طيب، بعدين هبشوف الصور دي. اتفضلي. اوكي، يعني اذن حضرتك. اتفضلي.
ألو، مجلة زهرة الربيع؟ من فضلك ممكن أكلم مدام نجوى كمال؟ قولي لها فؤاد لبيب. ده شرف عظيم ليا يا باشا، والله أنا أول ما شفت الصور دي ضغطي عالي عليا وحسيت إني مخنوقة، عشان كده أول حاجة عملتها بعتلك الصور دي على طول. ده تصرف محترم من حضرتك، أنا متشكر جداً يا مدام، متشكر جداً. أنا هعتبر ده جميل وإن شاء الله هرد لحضرتك بالشكل المناسب. إيه؟ بتقولي إيه يا مدام؟ قلت الشغل ما فيهوش جمال يا باشا، وحضرتك رجل أعمال وسيد من يفهم المسائل دي. اللي جاب لي الصور طلب فيهم فلوس كتير، ولو ما كنتش اشتريتهم اكيد كان هيبيعهم لاي جورنال او مجله تانيه. والصور زي ما حضرتك شفتها كلها فضايح وقله قيمه لضيوف سعادتك اللي هم كرمت المجتمع وكبار رجال الدوله وستاتهم. كويس ان حضرتك فاهم الكلام ده عشان تعرف تقدر السعر. يا باشا انا اشتريت النيجاتيف عشان امنع نشر الفضايح دي. عاوزه كام؟ 30,000. ألو، أيوة يا باشا، 40,000. العشرة الزيادة تمن الإهانة، ما هو مفيش راجل محترم يقفل السكة في وش واحدة ست ليها مكانتها وبتكلمه بكل أدب. قلت إيه يا باشا؟ هو ده الكلام. سلوى اهلا. تعالي اركبي. ايه ده، هو انت معاك عربية؟ امال يعني شحتها؟ اركبي. اركب فين؟ انا ما بركبش عربيات حد، واذا كنت عايز الميعاد اللي بينا يتم يبقى تسيب العربية وتيجي نتمشى على رجلينا. يا سلوى انا عايز اتكلم. خلاص يبقى مع السلامة عشان مروح. سلوى استني، هقفل العربية واجي اتمشى معاكي. ماشي؟ ماشي. ساكتة ليه؟ ما انت اللي ساكت. هو لازم حد فينا يتكلم. اصل انا بصراحة اول مرة في حياتي اخرج مع حد. ولا حتى حد من زمايلك؟ لا. وده من ايه؟ مش عارفة. تقدر تقول انه نوع من انواع الحذر؟ خصوصا يعني ان احنا عايشين في مجتمع بيشوف ان فكره الولد والبنت لما يخرجوا مع بعض بيبقى عيب وما يصحش، وانها ممكن تبقى مقدمه لحاجات تانية كتير. انت عارف حتى لو انا مش ده تفكيري يعني، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبش الكلام لنفسي. حيث الموضوع كده يبقى لازم تعرف ان انا كمان اول مره اخرج مع واحده. فعلا؟ فعلا. يعني انت عايز تفهمني ان انت ابدا؟ ابدا. اعتبريني خام خالص. اه صحيح، قبل ما انسى، ايه موضوع العربيه دي؟ جبتها ازاي؟ انا كنت فاهمه منك يعني ان احوالك على قدك. اه يعني دي عربيه مهكعه، وبعدين صاحبها مديهاني بالتقسيط. انت عارفه ان شغلتنا محتاجه اننا نتنقل كتير والسرعه مطلوبه. بس انا عايز اعرف عنك يعني
يعني كنت عاوز اسالك يعني عايز تعرف ايه عني؟ اللي انت عايزاني اعرفه. تقدر تقول ان ظروفنا واحده تقريبا يعني. انا يا سيدي طالبه في كليه الاعلام وساكنه في شقه صغيره مع طالبات زيي ومش من القاهره اصلا. انت منين اصلا؟ احنا اصلا من المحله لكن عايشين في الدخيله. ابويا عامل نسيج وامي كانت زميلته في نفس المصنع. لكن بعد كده هي تعبت وقعدت في البيت. جالها مرض في صدرها من التلوث. يعني تقدر تقول اني واحده من اهل مصر اللي شاربين مرها. ربنا يشفيها. واضح في كتاباتك. فعلا؟ هو انت بتقرا كتاباتي؟ طبعا. ايه طبعا دي؟ ومالك بتقولها بالحماس ده؟ عشان اول مره شفتك فيها حسيت ان انت هتبقى حاجه مهمه في حياتي. لا حيلك حيلك بقى. ده احنا لسه يا دوبك يعني معرفه سطحيه. دي حتى دي اول مره نتكلم فيها كلام عام. تقوم تقول لي هتبقى حاجه مهمه في حياتي. هما بيقولوا يعني الانطباع الاول بيدوم. ايوه طبعا انا معاك. بس انت متسرع جدا. اصل في حاجات حتى لو كانت جواك سيبها شويه. خليها تاخد وقتها لحد ما تتاكد من مشاعرك على الاقل. خلاص يا ستي. اعتبريني اتمنيت امنيه. ماشي يا سيدي اعتبرها امنيه. ده غير ان ظروفي زي ظروفك بالظبط. انت ابوكي شغال في مصنع نسيج وانا ابويا حلواني. في مصنع برضه؟ لا في البيت. احنا المصنع بتاعنا في البيت وعندنا عربيه في شارع عمومي وانا لحد النهارده بقف وراها ابيع بسبوسه. طب ومالك بتقولها وانت مكسور كده؟ مش مكسور ولا حاجه. لا مكسور. بص بقى ولاد الفقراء دول طلع منهم ناس عظمى كتير ورؤساء وعلماء. مش ده رأي مدام نجوى؟ مين مدام نجوى دي؟ نجوى كمال رئيسة تحرير مجلة زهرة الربيع، تعرفيهاش؟ يا ساتر يا عاطف يا ساتر أعوذ بالله. إيه مالها دي؟ أنت مالك ومال الست دي؟ بتاخد مني شغل. طب وتديها شغل ليه؟ يتحرق الشغل اللي يجي من وراها. دي صحافة ملوثة. إيه ده؟ هو في صحافة ملوثة وصحافة طاهرة؟ آه طبعًا. الصحافة الملوثة هي صحافة الابتزاز، ونجوى كمال دي الوسط كله عارف إنها ست مبتزة. دي واحدة دماغها فاضية وعايشة على التشهير بالناس. يعني أول ما تتعلم الصحافة تروح تتعلمها من مدرسة زي دي؟ وأنت عرفتي الكلام ده كله إزاي؟ ما هو أصل في الوسط بتاعنا الحاجة الحلوة بس هي اللي ممكن تستخبى ومحدش يعرف عنها حاجة، إنما الحاجة الوحشة زي دكان الفسخاني ريحته هي اللي بتدلك عليه. خلاص تغور هي ودكان الفسخاني بتاعها. قيمتك من قيمة الحتة اللي بتشتغل فيها؟ سيبك من قيمتي وسيبك من الحتة اللي أنا بشتغل فيها. أنت طلعتي اكتشاف. حاجة رائعة يعني. ايه؟ ايه؟ مساء الخير. مساء النور. العربية دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتي يا باشا. حضرتك متاكد؟ وايه اللي هيخليه مش متاكد يعني؟ انا بقى مش متاكد ان العربيه دي بتاعتك عشان جالنا بلاغ بسرقه العربيه دي. انا الملازم محمد عبد الرحمن من مكافحه سرقه السيارات.